السلام عليكم. بما جيتكم فيديو جديد عن الجزر. الجزر مهم ومهم كثيرا، فهو ملك الخضار لما يحتويه على مواد كثيرة، من بينها فيتامين ألف وكرياتين. ففيتامين ألف وكرياتين مهمان كثيرا. تجديد خليات الجلد، كما أن الجزر يحتوي على أملاح كالصوديوم والبوتاسيوم، كما أنه يحارب ديدان المعدة، كما أنه يساعد على تقوية غشاء المعدة، كما أن الجزر يقوي النظر، فهو مهم لصحة الجسم. كما أن الجزر له خاصيات كثيرة، فهو يجب شربه كعصير أو كمأكول كل يوم، لما يحتوي على مواد كثيرة. فبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد، يوجد مواد كثيرة فيه، والحديد كذلك يوجد فيه، نسبة الحديد توجد فيه كذلك. الجزر مهم ومهم كثيرا. لم يسمى ملك الخضار عبطا، ولكن لما يحتويه من مواد كثيرة. بتكرار أكله، فالجسم يحتاج من 1 إلى 5 ميلي جرام من أجل تنشيط الجسم، فهو يساعد الجسم، يساعد الجلد في شده ونضارته. كما ينصح أكله بالنسبة للرضع وللنساء الحوامل، كما أنه يقوي المناعة ويعطي الجسم حيوية ونضارة، كما أنه يدخل في عملية التجميل. كما أنه العديد من الأطباء ينصحون بأكله في الوصفات الحمية. إذا أعجبك الفيديو اضغط على الجرس ليأتيك الجديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.